مع انطلاقة شوطنا الثامن في تعداد أشواط مسائي هذا اليوم، وهو الشوط الخاص باللقاية البكار المهجنات الأصائل. جائزة هذا الشوط سيارة للمركز الأول وجوائز نقدية حتى المركز العاشر. انطلاقة سليمة كما يتمناها الجميع مشاهدين متابعين الكرام، ونبحر مباشرة بالصدارة كي نعطيكم الوصف التفصيلي فيما يدور في تنافس على المقدمة. وأرى هناك شفرة اللي على صدارة هذا الشوط، راشد بن حمد بن راشد بن غدير اللي على المقدمة، تليها اللي في المركز الثاني صدفة محمد بن حمد بن كردوس العامري من تتدخل على ثاني المراكز، بينما إذا انطلقنا إلى المركز الثالث من الجانب الآخر أرى هناك أيضا طلوع تعود ملكية محمد بن سيف الوديمة العامري، ورابعا أرى التدخل في هذه اللحظات، أرى التنافس وخيال لمحمد بن مصبح بن صروخ في رابع المراكز. خامسا أرى الظبي لمحمد بن علي بن عضيبة المري، وعلى المركز السادس اللي في المركز السادس الشاهينية لساري بن بنوش بن براك المزروعي. في سادس المراكز النقلة الثانية على المركز السابع، وأرى التدخل، أرى التدخل في هذه اللحظات من خيرة لمايد بن راشد الغويس من تتسلل مباشرة وتنتزع رابع المراكز النقلة التالية على المركز السابع مشاهدينا متابعينا الكرام. ولكن من الجانب الآخر أرى هناك أيضا القدوم على سادس المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام، أرى القدوم في هذه اللحظات من العمال لسالم بن حمد البطين من تتدخل على المركز الخامس والسادس. يا سلام الظبي محمد بن علي بن عضيبة المري الدور دور المركز الثامن، نتابع ثامن المراكز. وأرى القدوم من بسمة لسعادة الفريق مصبح بن راشد الفتان من تتدخل على سابع المراكز. يا سلام يا سلام يا سلام الدور دور المركز الثامن اللي في المركز الثامن، يا سلام اللي في المركز الثامن في هذه اللحظات الشاهينية لساري بن بنوش بن براك المزروعي. وتاسعا أرهني الظبي لحمد بن سالم بن زهرة المري، وعلى المركز العاشر اللي في المركز العاشر فزعة لجار الله بن جهويل المري تاتي عاشرا في هذه اللحظات. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، وندانا ندانا ندانا الأول للعشر المراكز الأولى. الله يا سلام المسيرة، المسيرة تسير، والتحدي التحدي مع هذه الانطلاقات المسائية الجميلة والرائعة. ويومنا الرابع لهذا المهرجان الختامي السنوي الكبير المرموم 2010. يا سلام نتابع الصدارة والمقدمة والتحدي. يا سلام وشفرة شفرة 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 اللي متمسكة بزمام هذا الشوط منذ البداية لراشد بن حمد بن راشد بن غدير من تقود المجموعة. الله يا سلام يا سلام يا سلام، نتابع المركز الثاني والعمال لسالم بن حمد البطين المري في ثاني المراكز، ومن الجانب الآخر على ثالث المراكز بسمة لسعادة الفريق مصبح بن راشد الفتان. نتابع المركز الرابع وأرهني أرهني خيرة لمايد بن راشد الغويس على المركز الرابع، بينما إذا انطلقنا إلى المركز الخامس بأرى القدوم في هذه اللحظات من الظبي عبد الله بن حمد بن مبخوته العامري في خامس المراكز. نتابع المركز السادس، وعلى المركز السادس الطيارة لسالم بن سيف بن علي بن كليب التبي في سادس المراكز، بينما إذا انطلقنا إلى المركز السابع بأرى غنايم، غنايم في أول ندى أيضا لغنايم في هذا الانطلاق، ومبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري القادمة أيضا من ميدان الشحانية للتشارك في هذا العرس التراثي الجميل والرائع. ولكن نتابع 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 المركز السابع، وهو
هذا السيل اللي قادم بكل قوة والتحديات مع هذه الانطلاقة الجميلة الرائعة. فز عمد تتدخل على المركز السابع لجار الله بالجهويل المري، وعلى المركز الثامن من الجانب الآخر اللي في المركز الثامن الشاهينية لساري بن بلوش بن براك المزروعي. تاسعا أرد تدخل من شعار محمد العلي بن عظيبة المري. نتابع المركز العاشر، وفي عاشر المراكز نيران لسعيد بن محمد بن زيتون المهيري في المركز العاشر. هذه النتيجة، هذه النتيجة، وندانة ندانة ندانة الثاني للعشر المراكز الأولى. المسيرة تسير وشفرة شفرة 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 على الصدارة، شفرة على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، الله مشفرة الشوط بالفعل مع الانطلاق الأول، مع التحدي الأول بالفعل ومنذ البداية، وهي تقود المجموعة وتسيطر كل السيطرة على مقدمة هذا الشوط. راشد بن حمد بن راشد بن غدير يتابع شفرة، ينطلق مع شفرة، ولكن أرهني أيضا أرى الشاهينية لساري بن بلوش بن براك المزروعي في ثاني المراكز، وعلى المركز الثالث اللي في المركز الثالث أرى العمالة وسالم بن حمد البطين المري من بدأ يعلن انطلاقة العمالة على ثاني المراكز. رابعا أرى القدوم في هذه اللحظات والتحدي من ذباحة لعاطف عطية القرشي في أول، في أول لدى الذباحة. يا سلام، تتسلل أيضا وتنتزع المركز الأول، ولكن يا سلام، بسمة بسمة بسمة، وهل يبتسم الحظ لهذا الشعار مع هذا الانطلاق الجميل اللي تقدمه بسمة، وشعار أيضا سعادة الفريق مصبح بالراشد الفتان مع بسمة. الله يا سلام. ومن الجانب الآخر، من الجانب الآخر الشاهينية، يا سلام يا سلام يا سلام، التحدي الأخير بالفعل والانطلاق مع هذا الرقص المسائي الجميل والذباحة لعاطف عطية القرشي. يا سلام يا سلام يا سلام، اشتد النزاع مشاهدينا متابعينا الكروم، وأرد تدخل، أرد تدخل في هذه اللحظات. يا سلام، وحرارة الشوط بدت ترتفع يا جماعة، وبسمة على الصدارة، بسمة 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 وذباحة، وأرى غنايم 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 غنايم، هل تظفر وتغنم بناموس هذا الشوط؟ ولكن بسمة 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 غنايم وذباحة ذباحة غنايم بسمة بسمة على الصدارة، بسمة على المقدمة، ويبتسم الحظ لبسمة مع هذا الانطلاق. سلام 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 يا جميرة، السلام تحية واحترام مع هذا الأداء المتميز، ومشكور يا علي يا الحي السوداني اللي وصلت في المركز الثاني. غنايم المبارك فراش بن ثلاب، المركز الثالث ذباحة لعاطف عطية القرشي، والمركز الرابع لسالم بن علي، لسالم بن سيف بن علي بن كليب المركز الرابع، لسعيد بن محمد بن زيتون المهيري المركز الخامس، مايد بن راشد الغويس والمركز الرابع عفوا لمحمد بن سلطان مخال، وبقيه المراكز نحيلهن لاعضاء خط النهايه. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام مع التوقيت الزمني ولحظات وصول بسمه الى خط النهايه. تقطع المسافه في فتره زمنيه مقدارها 7 دقائق 50 ثانية، جزئين من الثانيه. تهانين لسعاده الفريق مصبح بن راشد الفتان، ومشكور يا علي الحاي السوداني اللي وصلت في المركز الثاني. ذباحه تقطع المسافه في فتره زمنيه مقدارها 7 دقائق 50 ثانية، 7 الزامن الثانية. تهانينا لعاطف عطيه القرشي، بينما اللي وصلت في المركز الثالث اللي هي غنايم تقطع المسافه في 7 دقائق 50 ثانية، 7 الزامن الثانية. تهانينا المبارك بن راشد بن ثلاب الهايري، تهانينا لجميع الفائزين في هذه اللحظات. تعود بالكلمه للزميل سعيد بن راشد العويسي.